ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من القاهرة الأستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف. يعني أريد أن أتساءل معك هنا عن رؤيتك وقراءتك لمخرجات قمة العشرين هذا العام، وتأكيدها من حيث ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبالتركيز أيضا على استثمار مصر لهذه القمة الدولية والحشد الدولي من أجل وقف العدوان على قطاع غزة. يعني أولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة مشاهدي القاهرة الإخبارية. قمة العشرين يعني أهم ما جاء فيها بها ويتعلق بالصراع الحالي، بالصراع العربي الإسرائيلي، هو التأكيد على مبدأ حل الدولتين. ويعني التوقيت مهم جدا، لأنه رسالة لإسرائيل أنه أكبر 20 اقتصاد في العالم ومعهم يعني الدول الأخرى التي حضرت كضيوف شرف يؤيدون مبدأ حل الدولتين، أي يرفضون نوايا إسرائيل بضم الضفة الغربية. هذا هو المكسب الحقيقي والمكسب القوي. لكن ما يتعلق بالدعوة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، يعني كلام يعني عام غير محدد. الحديث يدور عن تنفيذ يعني قرارات مجلس الأمن. أين هي قرارات مجلس الأمن؟ لا توجد قرارات حقيقية صدرت من مجلس الأمن تدعو لوقف العدوان الإسرائيلي الحالي على كل من غزة ولبنان، ويعني تحاسب إسرائيل على ما تقوم به. لا توجد قرارات قوية تجبر إسرائيل على إدخال المساعدات. ولذلك أعتقد أن المكسب الأكبر والذي جاء بجهود مصرية عربية، مصر تنسق مع بقية الدول العربية والإسلامية، هو ما يتعلق بمبدأ حل الدولتين. لأنه إذا سقط هذا المبدأ الآن ستستغل إسرائيل يعني أي هفوة أو أي لحظة ضعف يعني لقدم الضفة الغربية ولقدم غزة تماما وإنهاء مبدأ حل الدولتين. ولذلك هذا هو المكسب الحقيقي من قمة العشرين.